مع الانسان اللي بنحبه لا تتاثر بظروف التاني، خصوصا لما نبقى حاسين ان هو فعلا تعبان عشاننا وعايز يعمل حاجه وسعيده بس. فانا اعصبكم بس المهم ان انا مش كده بس. شكرا لله. نتكلم دلوقتي على الموضوع، ومش عشان انتوا قلتوا كده الشريط قلتوا كده مش لازم يرفعوا راسه. انا بعمل اللي بعمله دلوقتي، لكن في مفاوضات حلوه قوي، في اخبار حلوه بالنسبه لي، بس مش هقول اي حاجه دلوقتي. كل اللي انا عايز منكم بريد تسمعوا المحاضره وتركزوا فيها بس، اول باول مثال، اول باول مثال. ان شاء الله يوم الاحد الى اخر اليوم باذن الله، ويوم الاحد هنقول لكم تتكلموا على ايه؟ خلاص يا جماعه؟ اليوم كله امتحان، مش عايز حد يسال السؤال ده، هو ايه اللي ملك؟ هو فعلا ملك؟ بلاش كده، بعد كده تاني بس. مش عايز مش عارف ليه؟ اليوم كله امتحان الترم الاولاني. خلاص؟ ايه فهمتوني؟ مش هشرح اكتر من كده. بلاش. كوربس كالوزا. كوربس كالوزا، يعني ايه كوربس كالوزا؟ سؤال مهم؟ اه مهم. يلا يا جماعه. ولا انترنال ولا دي حاجه وحيده اللي احنا ماسكين فيها فيها دلوقتي، ما اعرفش. اوكي؟ في حاجات ثانيه هتتكلم فيها. انا عايز تختاروا بكره هدي من الساعه 7 لغايه الساعه 9 ونص، بعد ست نص ساعه تريحوا، بعد كده ايام 9 10. عايز تختاروا بكره. ايه؟ عايزين نتكلم على حاجه اسمها كوربس كالوزا. يا جماعه افكركم ان في حاجه اسمها جراي ماتر وفي حاجه اسمها وايت ماتر. الجراي ماتر هي الخلايا العصبيه ودي لونها الماضي عشان ما عليهاش مايليشيز، والوايت ماتر دي الياف او اعصاب عليها طبق من المايلين فلونها ابيض. انواع الاعصاب ماشيه جوه البريد ازاي؟ ثلاث اتجاهات. في نيرف فايبرز كونكتنج بتوين ديفرنت سنترز على سيم الهيمسفير، ودي اسمها اسوشيشن وكان ليها شورت وليها لونج. ودلوقتي بنتكلم عن النوع الثاني اللي هو الكوميشنر فايبرز، والكوميشنر فايبرز دي عباره عن فايبرز كونكتنج بتوين سيلولار سنترز اون ديفرنت هيمسفيرز، يعني لازم يعدي من اللاين. اذا هاجي من هنا النقطه اللي زيها هنا يبقى لازم اعدي من اللاين. عشان كده كل الكوميشنر فايبرز بنشوفها في السيجنال سيكشن. بنشوف لها توب سيكشن يا جماعه في ايه؟ في السيجنال سيكشن. قلنا ان في حاجه اسمها انتيرو كوميشن وبوستيرو كوميشن وهابيلر كوميشن والكوميشن اوف كورنكس اللي تابع بعض الناس لو في وقت هقوله لكم في الاخر، بس هو مش عنيف في الاهميه. فلكن انا هقوله لكم تاني وسهل جدا، لكن انا ممكن اقوله لكم تاني في دقيقه واحده هتلاقوه سهل. واكبر واحد بقى اللي هو مين؟ كوربس كالوزا. It is the largest كوميشن in the cerebrum. It is the largest كوميشن in the cerebrum. طيب موجود في ايه؟ يقول لي موجود في الفلور بتاع الفيشر ده. ايه الفيشر ده؟ يقول لي ذا فلور اوف ميديان الفيشر ده السايز. لو انت حطيت ايدك كده بتوين تو سيريبرال اكسبيرز هتلاقي ايدك وقفت، في حاجه ثابته. يمكن ما يجيبلكمش الفرصه تشوفوا السيريبرال على بعضه والبرين على بعض ناس. بتفوق تشوفوا مقطوع قدام. لكن لو شفناها على بعض وحطيت ايدك وسط كده هتلاقي سكه ثابته عشان ذا لارجست كوميشن عندنا موجود في الفلور بتاع مين؟ بتاع الميديان لونجيتيودنال سيريبرال فيشر. طب مين شاطر يقول لي ايه اللي موجود ده في الفيشر نفسه؟ يعني الفلور معمول بالكوربس كالوزا، ايه اللي بينزل جوه هذا الفيشر؟ فارس للدرايف، والفارس للدرايف ده كان فيه اثنين ساينسز، كان في الاور بوردر بتاعه وفي اللور بوردر السيرو سيجنال ساينس. برافو. هنتفرج على صور وبعدين نتكلم. تعالوا نشوف ايه اللي هيطلع عليه السهل. اولا دي سارس. ده سارس. وفوق السارس في حاجه بيضاء، ده جزء صغير من الهيبوكامبال كوميشن اللي هو الفورنكس يعني. في حته اسمها بابل فورنكس لغايه هنا تبقى اسمها انتيروكارم، الحته اللي نازله دي. انا مش شايف انت بس الانتيروكارم المفروض يوصل للكوره دي اللي هي الماميلا اللي جوه. بس الدخله دي عشان توصل لها ايه؟ بتروح لها دي. لان الانتيروكارم يمين وشمال بيبعدوا عن بعض.
روحش اشوفه لغايه ما وصل لمماري برضه. يبقى البودي والانثيرو كولر فورنكس دول جزئين من اجزاء الفورنكس. طيب بين البودي والفورنكس والسرمس هنا في حاجه اسمها الكرويد نكسس، والكرويد نكسس ده المصنع اللي بيعمل سي اس اف، وانت عندك هنا بين الاحتيه اسمه سيرف وبين كلين اثنين كوريه اسمه بدر. فده المصنع بتاع الاثنين، لاترال فينتك اللي فوق والسيرف فينتك الايه اللي تحت. والمصنع ده بيبقى داخل بحاجه اسمها تيراكرويد، هتفك عنها النهارده. يعني ايه تيراكرويد دي؟ هقولها لكم النهارده وانا بتكلم عن الجزء ده اللي هو اسمه سبرينج. طيب بين الفورنكس وبين الكوربس كالوزم لقينا ايه؟ من الانتيرال اند اوف كوربس كالوزم الحته اللي هي اسمها روسترم بينزل الميمبرين اوف جري ماتر، الميمبرين ده جاي من الروسترم لغايه الاوبتيك كاسما واسمه لامينا ايه؟ كاجلاس. امبارح قلنا ان هو في الانتيرو بتاع المكان ده، المكان ده يا جماعه مكان سيربنت فين؟ شكل سيربنت. مش هتشوفه كله، لان ده لازم اجيب الموس الثاني واحطه عليه. السربس والهايبو سربس بتاع الناحيه الثانيه، هرتبهم على المكان ده بس ايه؟ في سبيس بينهم. ده السيربنت ده الانتيرو بتاعي اللي هو لامينا ايه في الناس. لامينا جري ده يا جماعه اسمه تيكتاما باللوسي ده. قليل قوي تشوف في العينات في المشاعر العايز جريد لسه مقطوع بتقطع بسهوله ضعيف جدا. هذا السيمتوم بالنص ده عباره عن ميمبرين اوف وايت ماتر جاي من ايه وايه؟ يقول لي بيمتد من الكوربس كالوزم وبين الفورمكس. مين المسافه دي؟ هنا اهو ادي الكوربس كالوزم اهو يا جماعه. هنا الجزء ده اسمه ايه؟ يلا العمل ايه؟ اسمه ايه؟ روسترم. والجزء اللي قدامي روبا ده ايه؟ شنو؟ وبعدين ده ايه؟ بادي وبعدين حته اسمها سليم. يقول لك السيرفر بالوستر بيوصل ثلاث اجزاء من الاربعه بتوع الكوربس كالوزم مع الفورمكس. مين هم الثلاث اجزاء دول اللي ماسك فيهم السيرفر؟ يقول لي الوستر مش دول برضه. لسليني ما حصلنيش. طب معلومه ثانيه، لو انا قطعت السيرفر بالوستر ده هدخل على اوضه، مين الاوضه دي اللي جوه؟ اسمها ايه؟ لاترال فينتكل. وانا عندي لاترال فينتكل الثاني، هم اثنين لاترال فينتكل وفي طرف الوسط اسمها سيرفر بالوستر. يبقى السيرفر بالوستر ده ميديا رول بتاع لاترال فينتكل لانه في المطاري. تمام؟ نشوف برضه هنا في الصورة دي. اللي يطلع لسه يا جماعة ايه برافو عليك. ده الكابتن اوف لاترال بليت، وانت تبص جوه هتلاقي حاجة اسمها هيد اوف بليت، وبعدين تلاقي بودي اوف بليت. طب فين الفاصل بينهم؟ يعني لو انا حاطط لك علامة فين يبقى الهيد وفين يبقى البودي؟ يقول لك شايفين هنا ان الفورنكس في حاجة بينه وبين السامس في فورمن. الفورنكس يا جماعة الانتيرو كولر اوف فورنكس والسامس في فتحة. الفتحه دي اسمها انتر فنتريكولار فورمكس لانها بتوصل من اللاترال فنتريكل والسيرف فنتريكل اللي هنا. فين الانتر فنتريكولار فورمكس بينين ومين؟ بين الفورمكس والانتيريور اند اوف سيرمس. طب ده السيرمس اهو وادي الفورمكس اهو، يبقى بينهم فتحه اهي اسمها انتر فنتريكولار فورمكس. الانتر فنتريكولار فورمكس التوصيله بين اللاترال فنتريكل وبين السيرف فنتريكل ايه اللي هنا. لو انا خدت خط دكتور كده زي ايه يا جماعه؟ انا هقسم بايدي وهشيل دي بعد كده. لو انا خدت فيرتيكال لاين باصي اسمه ذيس فورمال كده اهو، هقسم حاجتين، هقسم البوديت الى هيد بودي وهقسم اللاترال فيرتيكال الى انتيرو هورن وسنترال بارت. انتيرو هورن وسنترال بارت ده اللاترال فيرتيكال اللي هي الكابتي، وهيد وبودي ده البوديت. فين على لاين مين يا جماعه؟ لاين باصي اسمه انتر فيرتيكال فورمال هيقسم حاجتين، هيقسم البوديت اللي انت شايفه في القلب من جوه دي الهيد هيبقى قدام انتيرو والبودي ورا اللاين ده. والكابيتي يقول لي هيقسمها انتيرو هورن قدام والسنترال بارت ورا بتاع مين؟ بتاع اللاترال بيرك. طب انا مش شارع عليه ان هو مش شارع كات، يبقى ده اللاترال ايه؟ بيرك. مين ده؟ ده الكوربس كالوزا. تمام. طب بقى بعد ما قلنا هو عباره عن ايه؟ ذا لارج كوميشن. موجود فين؟ في الفلور بتاع ميديال لوكوتينال بريشر. شكله ايه؟ It is arched in، لازم اقول ان sagittal section. يعني الارش دي ما شفتهاش غير لو قطعت ايه؟ sagittal section. طب اجزاءه ايه؟ proanterior to posterior. يلا نقول مع بعض الاجزاء. The foremost part of the anterior end of the corpus callosum is the sinus part، اربع جزء. وده اسمه prostrum. اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه prostrum. والجزء الاقدماني ده اللي هو بوست انتيريور، مش بوست انتيريور بقى، بوست انتيريور بار اسمه جينو. واكبر جزء عندنا في الكوربس كالوزم اسمه بودي. والجزء الاخير اللي هو ورا بيبقى سبلينيوم. وهنا انا محتاج في العينه في العملي اعرف قدام من ورا ازاي. في كذا طريقه بس خلي بالك انت
الكوربس كالوزم اقطع من الامام، فالجزء اللي قدامه اصغر من الجزء اللي ورا، ده غير ان هو راح حط لورا وراح حط لورا، يبقى كده قدام وكده ورا، لان الرسترا ممكن لغايه ما طوله كده هيفشلوا الاثنين بشكل بعض، فما نلخبطهمش مع بعض يعني. اعرف اول لما الاقي علامه على الكوربس كالوزم ابص بسرعه كده فين قدام من ورا، تمام؟ طيب ده اجزاء الكوربس كالوزم، فارس الكوربس كالوزم ريليشنز اوف ذا كوربس كالوزم. قبل ما اقول ريليشنز دايما دايما متعود كده اتفرج على صورتين ثلاثه الاول، المنطقه دي ايه؟ حواليك ايه؟ اوكي؟ تعالوا نشوف مع بعض. طبعا انتوا عارفين ان ده الاسرى وده الجنوب وده البودي اكسبريس لين وده السرمس وده ايه؟ فورنكس. مين ده بقى؟ سنتر بلوز ده، تمام؟ ولا ده الكوربس كالوزم؟ مين ده؟ يبقى انا لو سالتهم على تو ميمبرينز اتاتش في كوربس كالوزم هما مين ورايحين فين؟ يقول لي لانها ترمناكس نازله من الرسترا بالاوبتيك تاسع. والسيمتوم بلوس ده ما جايه من الرسترا من الشنو والبودي بالفورنكس. خلاص تو ميمبرينز دول يا جماعه والاثنين ليهم علاقه بين الكيس. فاللانها ترمناكس في الاكتير وورو سيمتوم والسيمتوم بلوس ده في الميديا الوورد بتاع اللاترال بنتكل. بس لما ناخد اللاترال بنتكل ده مش كل اللاترال بنتكل. ده جزئين من اربع اجزاء، اللاترال بنتكل اربع ايه؟ اجزاء. ده الاوبتيك كازما اللي هيطلع لما تندرس. هنا ده فيشر ما بين مين ومين؟ الشاب ده بين مين ومين؟ يقول لي بين السكينيا والسترمس وده ليه اسم؟ ترانسفيرس سيريبرال فيشر، ما حدش يكتب دلوقتي، احنا هنضيفه مع السكينيا. تحت السكينيا في فيشر بيفصلني على السترمس اسمه ترانسفيرس سيريبرال فيشر. ده اسم صعب. بيقول لي في عندك جراي ماتر، جراي ماتر ده موجود في الاسرة وقدام الشنون وفوق البودي والاسنين. مين الجراي ماتر ده بقى اسمه صعب شويه؟ اسمه اندوزيا جريزيا. اسمه اندوزيا جريزيا. تمام؟ مين الارضي ده يا جماعه؟ بيقول لي في الكوربس كالوزم في الاسرة وقدام الشنون فوق البودي في ارضي ماشي اسمه انتيريو سيريبرال ارضي. اسمه ايه ده يا جماعه؟ اسمه انتيريو سيريبرال ارضي. خلي بالكوا عشان تقولوا لي بلاتس اوف لايف فلاش. طب مين الارضي ده؟ واللي فوق اسمه بالفطره. ومين اللي قدام البوز؟ بازلر. والبازلر في اخره بيديك فرعين. فرع فوق السيريبرال هل فاكر اسمه؟ سوبيرو سيريبرال. وفرع رايح للبوستيريو بارت اوف سيريبرال. بوستيريو ايه؟ سيريبرال. بوستيريو سيريبرال. على فكره سيرفس اوف السين ما يبانش معاك غير اثنين من الارضي. انتيريور وبوستيريور. لكن في واحد ثالث بس مش باين هنا. اسمه ايه ثالث؟ ميدل سيرفس. نمسك جزء جزء بقى على ضوء الكلام ده. انا خلصت دوري زي ما اتعودنا وانتوا حاولوا تقولوا معايا واللي هيقدر يوصل لحاجه لنفسه هتحكوا مع بعض. ايوه دي ده اديشن بين السترمس وبين السترمس الناحيه الثانيه. تمام؟ اسمها انترسيرامك اديشن بس مش معايا دلوقتي. روسترا It is the thickest lower most part of the corpus callosum. هطلع اوطى هطلع اوطى بارت اوف كوربس كالوزم. طب انا عايز اكتب له ريليشنز. طبعا هي مكتوبه بس مش متوضبه في الكتاب. عايزين نوضبها مع بعض. مين شاطر يقول لي الروسترم عشان اقول له ريليشن اقول له اباب وبيلو ولا انتيرو وبستيريو؟ انتيرو وبستيريو. الروسترم ده اللي ماشي بالعرض احسن اقول له انتيرو وبستيريو ولا اباب وبيلو ايه؟ يا جماعه بصوا على الصوره انتوا بتجاوبوا على حاجه بتحبوها. انا خليتكم بتحبوا انتيرو وبستيريو هيبقى انتيرو وبستيريو. يا جماعه الروسترم ده عشان اقول الريليشنز بتاعته اقول انتيرو وبستيريو الروسترم اهو. ولا احسن اقول بيلو اهو في ايه؟ بيلو اهو. طيب بيلو روسترم واهو روسترم. مين شاطر يقول لي ايه اللي موجود؟ بص الصوره دي ادي الروسترم اهو. ده ايه ده؟ ايه الكابتن فويد؟ يقول لك هو عامل كده الكوربس كالوزم وفي قلب ايدي جزء من اللاترال فينتكل اسمه انتيرو هورن. انتيرو هورن في اللاترال فينتكل ده جهاز ازاي؟ وايه اللي وراه؟ يقول لي الانتيرو هورن في اللاترال فينتكل وراه سنتر بار وبينهم خط فينتكل معدي في الانتر فينتكل فورم. انت فاهم؟ الروك كوربس كالوزم لما عمل كده كان في قلبه الانتيرو هورن بتاع اللاترال فينتكل. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لما نبدا اللاترال فينتكل الانتيرو هورن يكون في الجور وفي الانتيرو شيو وخروطه فدي اجزاء الكوربس كالوزم. فلما تعرف الكوربس كالوزم عامل كده وواحد في قلبه الانتيرو هورن بتاع اللاترال فينتكل يبقى
فانت لا تيجي تقول انت تعمل بقى انا بتكلم على اسره مش لازم البنت دلوقتي يبقى اسره ايه تو اي فانتيز وروم فلاتر البنت طب في ميمبرين فوقي بيشرح لي مين الميمبرين اللي فوقي سيستم باللوستر اللي هو ده صح كده طب مين دي لو ايه تحت اللوستر مين فكر كده انا مش فكر اسود فكر كده الصور الروستر ده كان فيه تحت ايه؟ كان في اندوسيا جريسيا وفي ارتري في ارتري كان نادي اللي تحتيه هي اللي حواليه جسم انتيريور ايه؟ سيرترا الروستر بس عرفت انا قصدي ايه؟ فهمت انا قصدي ايه؟ تمام؟ لان ايه مش نوع هو العصيب طب الروستر ده بيوصل فايبر ليه وليه؟ يلا دي شاب يقول لي الفايبرز اللي بتعدي في الروستر ما هو ده كوربس كالوزم ده مش على الفايبر يعني يعدي في فايبرز من اليمين للشمال فالفروسترام ده الفايبرز اللي معديه فيه جايه منين؟ نقول لي ده اوطى جزء في الانتيرو بارت كوربس كالوزا صح؟ يبقى الفايبر اللي هتعدي فيه اوطى جزء في الانتيرو بارت سيربرم يبقى الفايبر اللي هتعدي في كوربس كالوزا جايه منين؟ سيرف ذا سكوير بعد كده اورتسس يبقى الفايبرز باسنج ثرو روسترام كامينج فروم اورتسس يبقى الفايبرز اللي في روسترام بتوصل من مين ومين؟ اوربيتال سيلز يمين وشمال. الروسترا مره ثانيه عشان تقولوا انتوا شنو يا جماعه؟ الروسترا هو السيلز لور موست بار او سنتير اللي هو الكوربس كالوز. ده دي اول حاجه. ثاني حاجه تحتيه فوقيه، فوقيه سهله. كابتشن ميمبرين، مين كابتشن فوقيه؟ انتيريور هورن اوف لاترال فيرتيكال والميمبرين سيمتومز باللوستر. مين تحتيه؟ اللوزيان، شايفين النقط دي؟ دي الروسترا اهو. تمام؟ اندوسيوم جريسيوم مونتيرو سيرفر ارتري والميمبرين ده فاكرينه؟ اللي كان جاي من روسترا من الوسط الكازا مين بقى الميمبرين ده؟ لامينا ديرتي ناس ده الروسترا وادي الفايبرز جاي من اوربتا ايه؟ جاي من اوربتا سيرفس يلا يا جماعه جاهزين هنقول الشنوم يلا مين يقول الشنوم؟ بتنزل انتيرو اندو كوربس كالوزا خلاص؟ افتكروا الشنوم أقول ريليشن أبوك بلو ولا أنتيرو بوستيرو؟ فهمت بقى مش فاهم السؤال. طيب مين شاطر يقول لي بوستيرو ريليشن للجنون؟ ما حدش بص في التاني، أنا عايز بس إيه اللي ورا الجنون؟ أنتيريو هورن أوف لاترال فيرتيكال وميمبرين. سيرفا بلوستا، يعني نفس الكلام اللي كان أبوك في الروسترا، فاكرين يا جماعة؟ لأن أنا هو كل ده اسمه أنتيرو هورن أوف لاترال فيرتيكال. جميل جدا. بعد كده احنا قلنا بوستيريو انتيريو ليه قدام الجنوب مين قال تقول معايا؟ ايه ده؟ ايه النقط دي؟ يعني دوسيا جريسيا دي هقولها في لور اسطرا قدام الجنوب ابو بودي ما احنا عايزين نتفق عليه يبقى قدام الجنوب دوسيا جريسيا بس مش اكتر انتيريو سيربرال ارتري يعني انت خدتوا بالكم من الاسطرا الجنوب بتاعه بقى هو الانتيريو بتاع الجنوب والرباط بتاعه بقى هو المستير بتاع الشنوب فاضل عليك تقول لي الفايبر اللي بتعدي في الشنوب ده ما هو الكوربس كالوزا ده كوميشر يعني الفايبر اللي فيه لازم تقول لي تربط ايه مع ايه؟ من السيل ده للسيل ده تقول لي هو الشنوب ده ايه؟ اقول لك ده الموست انتيرو اند اوف كوربس كالوزا يبقى اكيد بيربط بين الموست انتيرو اند اوف سيربرا مين؟ مين موست انتيرو اند اوف سيربرا فاضل ايه؟ بول مش بول مش لوب بول بصوا الفايبرز تعالوا نشوف كده هو ادي الجنوع اهو طبعا دم لوزيا جريسيا هو راح سيبتها من لوز دم ولا بتيجي هو بدل البنت خلاص الريشن خلصت يلا نشوف بقى الفايبر اللي معديه فيه جاي من ايه ده؟ ازاي يا جماعه؟ فرانكل بول يقول لي انت عامل كام فرانكل بول؟ هو عامل اثنين واحد يمين واحد شمال اللي هم دول الفايبر اللي جاي من اللوب اليمين او الشمال كل واحد بيرجع لوحده السير بتاعه وبعدين يعدي وبعدين يروح عامل حرف ايه؟ يو شيب الفايبر اللي بتعدي في الجنون اسمها فورسبس ماينور الفايبرز دي وهي ماشيه لسه جوه الهيمسفير اسمها فورسبس ماينور لكن المعبر او الكوبري او المكان اللي احنا قطعناه في النص اسمه الجنون اوف كوربس كالوزا تمام؟ هتقولوا معايا البودي؟ يلا البودي انا مين يقول البودي يا جماعه؟ It is the longest part of the corpus callosum كل واحد كده ايه ديفينيشن؟ ادي البودي It is the longest part of the corpus callosum مين بقى يقول ديفينيشن عشان هنبسط بقى يلا بينا هو الابر واللور ولا التيرو وستيرو يلا والابر تحط ايه؟ تيرو كويس الحمد لله اسكت هتيجي تطلع العربية اهو دلوقتي تقدر الدخول يشتغل فوق فوق في الجزء اللي فيه ايه كمان؟ التيرو سيرفر مع الجزء اللي فيه حاجة قلتها في أول
لكن مفتقه ان ده كوربس كالوسم ده فلور بتاع فشر والفشر ده بيصعب في حاجه بلاش يصعب ايه في حاجه لور بوردر بتاع الباكس سيلفر طب الشطار يقول لي يوم احط ايه تحت الفضي دول يقولوا لي الناس دول عشان يقولوا ولا لا خلاص احنا كده انا بتفرج على صور الاول ممنوع هقول اكتر من كده تحت الفضي احط ايه سيلفر بارد خلاص ده ولا تيرو هون على فكره اقول لك انا عملت بس لان البودي البودي يا جماعه فوق تيرو هون وبعد فوق سنتر بار خلاص يبقى لاتر بريد ايه كمان اللي لاتر بريد كده؟ سنتر بالكسر خالص البودي بيقرب قوي من حاجه كل ما ارجع لورا الاقي اخر بودي تحتيه فورس سنتر جزء بيقل 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 خلاص خلص وبقى فورس بقى هو شرط تحتيه طب الشطار جود شطار برضه نزلت بالنسبه لي شطار مهما يحصل الرسرة والجنوب والبودي قارني في الريليشن بتاع ثلاثة خمسة الرسرة من الأول وبعد كده قارني الفايبرز اللي جاي جاي دي بجي معاك مين يقول لي رسرة؟ هو أخوه بيلوم ولا قدام ورا؟ يلا مين يقول لي رسرة فوقيه؟ سيرفا بالرسرة والأنتيريور بورو بلاتر بيرن بيلوم دوس الجريسيا والبيجيني بتاع أنتيريو سيرفا قطع ولا خد بقى ده وروح للجنوب فاهم حاجه؟ خد اللي كان فوق واللي كان تحت الرسرة واطلع بيه للجنوب هيبقى قدام ورا صح؟ يبقى ورا الجنوب في ايه؟ سيبا بالرسرة والانتيرو هون بلاتر الكلام ده هينفع على الترتيب في الجانب اوكي؟ طب قدام الجنوب في ايه؟ دوز انجليزيا والانتيرو سيريبرال ايه؟ مصر صح؟ روح للبودي بقى صلاه باستطاعه البودي تحتيه ايه؟ لا ترجع دي كمان سيبتا بيوستا ورا نزود فورس لان زي ما انتم شايفين البودي كل ما ارجع ورا بيقرب منه مين؟ بيقرب منه في الفورس طب فوق البودي دوزي واطري كيلو سيربرال ولور بوردر فالس الرايت وتاني فيلو ستيشن ايه؟ سايز البودي يا جماعه بيقلني معظم فايبرز اللي جايه من بقيه الكورتكس اللي احنا كان عندنا كتير كوميشن بسيط كوميشن فيلر والهيبوكامبس اللي عمل كورتكس خلاص وبعد كده زودنا الرسرة خد من الوارد سورس والجنوب خد من الترانزا فول لما عمل الكورس سمايل صح؟ نيجي للبودي بقى هياخد من بقيه الفاضل لان البودي اكبر جزء عندنا بصوا الفايبرز اللي هتعدي في البودي هتمشي ازاي؟ هنشوف دلوقتي البودي اللي هو الجزء كروس بار جت البريك بتاعي يروح حطه على الارض كده شفت ان في فايبرز ماشيه هورزونتال بتبقى تربط من الميدل بارت اوف لاتر سيرفس يمين وشمال مع بعض فالفايبرز اللي جايه من الميدل بارت اليمين رايحه للشمال بتمشي هورزونتال تمام؟ طب بس يقول لي لا هات لي البريك نفسه واطلع كده بقى مره كروما عشان اشوف فوق وتحت الفايبر ماشيه ازاي بص المنظر في فايبرز جايه من فوق او سيرفس اوف سيرفر سبير نزلت دلوقتي كله راح معديه وفي فايبرز جايه يبقى البودي بيتبع او بيعدي فيه فايبرز كامينج فروم موست اوف سيريبرال كورتكس تمام اللي جاي من الميدل بارت بتاعه سيكس هورزونتال فايبر اللي جاي من الابر السندي اللي جاي من الاور السندي يهمني واحد فيهم هنديله اسم واحد فيهم هنديله اسم بصوا معايا شايفين الفايبرز دي اللي جاي من الاور سيرفيس هتطلع بقى لحاجه اسمها انفيريور هورن اوف لاترال فيرتيل الدكتور ما كلنا الاجزاء بتاعت الفيرتيل كلها مع بعض كده عشان نعرف لما يجيب سيت واحد انت بعرف بيقول لي لاترال فيرتيل عامل زي ايدي كده جوه السيرفر سكيل ليه انفير هورن وسنترال بار والانفير هورن عارف انه جوه اللفه بتاعت الكورتس كالوسوم طيب انفير هورن وسنترال بار بينهم خط فيرتيكال معاك من فورم اللي اسمها انتر فنتريكولار فورم انتيرو هورن في الفرونتال لوب سنترال بار في البرايتال لوب وبعد كده ده بوستيرو هورن اوكسيتا لوب وسباي ده نازل في التمبرال لوب ادي انتيرو هورن يبقى انا عندي دلوقتي كام جزء في اللاترال فيرتيكال اربعه سنترال بار في البرايتال لوب البرايتال لوب ده قدام مين؟ فرونت ورا مين؟ اوكسيتا وتحت مين؟ تمبرال بيطلع منه اربع اكستنشنز فيقول لي سنترال بار في البرايتال خلاص خلصت لان الانتيرو هورن هيدخل في الفرونتال لوب والبوستيرو هورن يدخل في الاوكسيبيتال اكيد ده الانتيرو ده هيدخل في التمبرا يبقى كل دول عندي خد كام خد حته من الدكتور ايه بيرد طيب يبقى انا عندي الانتيرو هورن فين في التمبرا لو ركزوا معايا الانتيرو هورن ده مثلا ممكن اعمل ده بتاع مين بتاع فص اليمين
ركزوا معايا ثانيا كده قدام كده ورا ده الانتيرو بورد في صوت الاول اللور سيكس تعتبر اللور في فايبر صنع كده ده راح يمر لحد دلوقتي بس وهي طبعا مشي لتر الانتيرو بورد وبعد سبت الانتيرو بورد وراح حد في المودي نزلت الناحيه الثانيه برضه لتر الانتيرو بورد يعني فايبر سي تعمل لتر باوندري بتاع الانتيرو بورد وعشان بتعمل حاجه تدوها اسم عشان بتعمل حاجه تدوها اسم تابي باوندري حاجه اسمها ايه؟ تابي باوندري تي اي بي تمام؟ اي تي يو ال تابي باوندري برضه عندهم كورس كورس ان الفايبرز اللي بتعدي في البطن جاي منها كتير قوي جزء منها اللي جاي من اللور سيرفيس هيعمل لتر لور في الانتيرو بورد وليها اسم ايه؟ تابي باوندري اوكي؟ تمام؟ الثلاث اجزاء دول يا جماعه بعد المودريشن بتاعتهم عايز اقارن ما بينكم بقى الفايبرز جايه منين هنا الفايبرز بتيجي منين؟ الروسترا الفايبر اللي بتاعت الروسترا جايه منين؟ جايه من اللور موست بارت اوف انتيرو بارت اوف سيرفر اللور اوف ذا انتيرو هو الاوبتسس هو ده اللي هيعمل في الروسترا فايبر كامل في الاوبتسس اليمين الاوبتسس الشمال هتعدي في الروسترا طب الجنوب يقول لي الجنود مش البوستر تيرو ليند اوف كوربس كالوزم يبقى الفايبر اللي معديه دي جاي من البوستر تيرو ليند اوف هيمسفير طب هو البوستر تيرو ليند اوف هيمسفير اسمه فرونتال ايه؟ بول فالفرونتال بول يطلع منه حسب الفايبر ترجع ورا وبعدين تعدي في الجنوب وتروح الناحيه الثانيه على حط يوم خلي بالك عشان المعنى ايه؟ انت اقول عليها بص ماينور وانت اقول عليها جنوب طول ما هي جايه من الفرونتال بول وماشيه جوه الهيمسفير اسمها بص ماينور اول ما تعدي في الميد لاين يبقى ده الشيلو بتاع الكوربس كالوزم بعد دي كوبي المقبض فاهمين معايا؟ طب ده بالنسبه للرسل اللي مش نوم وات اباوت ذا بودي؟ لا ده البودي ده اكبر جزء عندنا هياخد من الابر سيرفس اوف الاسفير وهياخد من اللاتر وهياخد من الانفيريور منين؟ اكسبت اللي جاي من الانفيريور دوس ليه؟ لانه هيعمل باوندري للانفيريور هور وبدل ما تاخد الانفيريور هور ويقعد يوصل لك اللاتر بول بتاعه يقول لك اصل ليه فايبرز اللي جايه من الكور سيرفس وطالعه لاتر لا بيديها اسم ويقول لك كده معروف ولما نيجي لاتر بول تكتب مش هنوصل مش هقول دي اللي جايه من الكور سيرفس وطالعه لاتر للانفيريور هور لا لاتر بول والانفيريور هور ايكوال تاني فقط يبقى ده كده الاسم اذا ما وصلش للمره الثانيه لما اجي اقول اللاتر بول بتاع الانفيريور هور كده وصلنا للجزء الثالث اللي هو مين؟ اللي هو الاسبلينيا. انا هو الريليشن بتاعته بس هو مين؟ الفيس 6 اند موست بوستيرو بارت اوف كوربس كالوز. اكثر اند موست بوستيرو بارت اوف كوربس كالوز. عشان في ناس هتسالني طب هو فورس اتس ماين مش كده؟ هنعرف دلوقتي. الاسبلينيا ده يا جماعه هو موست بوستيرو بارت الريليشن بتاعته. ليه مع بعض؟ اباوت اند ديفاين. اباوت اند ديفاين. مين شاطر يحاول يستنتج اروح اللي بيهايند يبقى مين غير الجزء الانجليزي اللي كلكم عايزين تفهموها دلوقتي الجزء الانجليزي طبعا هو بيهايند مين كمان يقول لي ده الحاجه بتلف معاه كانت فوقيه بتلف معاه راح الفيكتوريا وتمسك فيه ترفعه لفوق يبقى فاكس ايه؟ بص فاكس اللي رايح بيعمل ازاي معاه؟ بيمشي كده بينزل كده يبقى فوق هو above and behind above and behind linear lower margin of pulse cerebral containing inferior sagittal sinus تبقى كده relations of linear above and behind lower margin of pulse cerebral containing inferior sagittal sinus اولا تاني above and behind linear related to the lower margin سلمت تو above and behind lower margin of pars cerebri containing inferior sagittal sinus خلاص اوكي طب بيلو حد فاكر بيلو انا قلت فيه ايه؟ صار مش هقول بس في بعض يعني ولا في حاجه ايه ده؟ فيشر الفيشر ده اسمه ايه؟ الفيشر ده اسمه ترانسفيرس سيريبرال فيشر يبقى بيلو ترانسفيرس سيريبرال فيشر سيبريت الاسبلينيوم فروم سانس وطبعا ده مصيبه للفروم سانس يبقى ترانسفيرس سيريبرال فيشر ده بيوصل الاسبلينيوم عن مين؟ عن السانس ما تكتبوش اللي هقوله دلوقتي يعني كفايه تقول لي بس اليوم اللي فيه ترانسفيرس سيريبرال فيشر ايه اللي فيشر ده؟ عايز تفهموا الحته دي عشان تسمعوا كلمه تيرا كرويدي يعني ايه تيرا كرويدي؟ اللي بنسمعها
تعمل كده تغليفه بيغلفوا السيريبرم بتاعه بيا ومنتو فيو طبعا اللي جوه البيا البيا بتهتم بالتفاصيل لما تشوف فشل تخش جواها يعني ايه بتقول يعني البيا بتغطي قبل سيرفس الكوربس كالوزم كده هتنزل على باك الكوربس كالوزم والباك الشرس وبعد كده تاخد في البرين والبرين ستيب تخيل انها كانت كده ومش ده اللي حصل امال ايه اللي حصل يا دكتور اللي حصل ان البيا وهي ماسكه كده في حاجه ثبتتها بصوا انا كان البيا ماسكه على طول يا جماعه من ورا الاسبينيا على باك الشرس على باك البرين ستيب حاجه اسمها بيا ميتر جيت بقى في فيشر بس عملت ايه؟ زادتها بايدي لقيت فين؟ لقيت الفورم ده عشان اسمه؟ ده الانتر فنتريكولار فورم طيب لما اشيل ايدي يبقى معاك كام لير من البيت جوه؟ هتشيل ايدي واحط البيكسس اسمه جوه البيكسس جواه ده المصنع اللي بيعمل سي سي يبقى ايه هو كده برايدي ستاب لير اوف بيت كونتين فرايدر بلكسس يعني كده برايدي دبل لير اوف بير كونتيني برايدر بلكسس تمام؟ طب دي موجوده فين؟ يقول لي اول ما تزق فيشه كده هتبقى موجوده في الترانسفيرس سيريبرال فيشر بين هنا وهنا وبعدين تمشي بين مين ومين؟ فوربكس وصلبس لغايه فين؟ لغايه الانتر فنتريكولار فورمنج دي اسمها كده ايه؟ كده كروك الترانسفيرس سيريبرال فيشر في حاجه اسمها كده كروك دبل لير اوف بير كونتيني برايدر بلكسس طب ده داخل مين طالع؟ فين اسمه جري سيريبرال فين؟ فين اسمه جري سيريبرال فين؟ طيب ده الريشز بتاعت الاسبلينيا ممكن اقولها تاني دكتور عشان بس ايه؟ نكتب معاك يقول لك الاسبلينيا ري ابوف وبيهايند ده حاجه وبيلو حاجه ابوف وبيهايند مين اللي فوق وورا الاسبلينيا؟ لور بوردر اوف فارس سيريبرال كونتيني انفيريور سيشنال سايز طب بيلو ترانسفيرس سيريبرال فيشر كونتيني حاجه اسمها كده كويس بلس جريت سيريبرال كده كرونت ده دبل لير وكده داخل ومعاه كرونتكسس ومين اللي طالع من جوه؟ نفس الفيشر جريت سيريبرال يمكن نكون فاكرينه لما خدنا السايز لان جريت سيريبرال بين ده بيتكلم عن 200 سايز ده بيعملوا ستريت مش فاكرينه مش مشكله بس في بين هنا اسمه جريت سيريبرال يلا مع بعض بقى ايه اللي فاضل؟ بعد ما قلنا الريليشن الفايبرز اللي معديه في الاسبوعين جايه منين؟ يقول لك عندك جزئين ركز معايا لو سمحت ركز معايا في فايبرز جايه من ورا عكس دي ما دام الاسبوعين هو نص بوستيرو عند الدكتور بس كان نص يبقى الفايبرز اللي هتعدي فيه جايه من نص بوستيرو عند او سيمسفير والنص بوستيرو عند او سيمسفير اسمه ايه يا كابتن؟ او سيمسفير ده اللي هو ده توصيل تكون والحكمة دي ضخمة كبيرة أكبر من دي أكبر من الدبلية فيقول لي الحكمة دي جاية من توصيل تكون اليمين وماشية لقدام عدت الاسمية وترجع تاني عدت خط يو عكسي فورسز ميجر والفورسز ميجر دوت وهو ماشي من ورا لقدام هيبقى ميديا لحاجة اسمها بوستيرو هو سمعت حاجة اسمها بوستيرو هو في فترة كده مين يفكرني اجزاء الفتره الفيلت يا جماعه؟ في حاجه اسمها سنتر اوف باور، قالوا لوب. براي بعدين لك قدام كتير هو قالوا لوب. في الفرنتر ده كان في علم اللفه بتاعت الكوربس كالوزا. يعني لما سالت انا كتير هو الفتره الفيلت كده هيبقى في الفلور بتاعه اسرع من كتير هو شدود ولوب بول. اوف ايه؟ اوف كوربس كالوزا. تمام؟ طيب السنتر اوف باور ده بعت لك اللي هو ده في الاوكسيد كالوزا. فارس كتير هو وسباي ده نزل كتير هو اسمه ايه؟ الكتير هو. ففي قصة الريفير هورن لما كانت فايبرز جاية للبودي طبعا لاتر دي وعمل لاتر هورن بتاعه هتحصل تاني دلوقتي الفايبرز فين في البوستيرو هورن؟ يقول لي في البوستيرو هورن في البوستيرو كالو في اللور سيرفس او البوستيرو كالو في الفايبرز لسه طالعة من تحت والفايبرز دي بتطلع كده وكده بص رجع لها تاني دلوقتي الريفير هورن كانت طالعة بس لاتر بص بقى هنا في البوستيرو هورن الفايبرز دي جايه من اللور سيرفس اوكسيميتال لويل وطلع كده لاتر البوستيرو هورن كده بروف فعشان كده لما نقرا البوستيرو هورن لاتر كده يقول لك بروف ولاتر كده برضه نفس الاسم يبقى الفايبرز اللي طلعت من اللور سيرفس اوف ذا سكين وعملت ريليشن مع لاتر البوستيرو سموها تاني مره اللي ما عملش ريليشن ما تبقاش اسم خلي بالك اللي بيعمل ريليشن بس هو اللي سميناه ايه؟ تاني مره
مين بقى كان بعدها؟ يقول لي فايبرز جاية من اللي هو سيرس اوبتمبرال نيرف والاوف اوكسيدي كالوز. اللي جاي من اوبتمبرال نيرف كان طلع اهل للفيو هول، واللي جاي من اللي هو سيرس اوكسيدي طلع اهل الروح للفيو هول. الفايبرز اسمها ايه كمان؟ يبقى مين شاطر خد باله نوعين من الفايبرز اللي بيعدوا في نوعين اسمهم ايه؟ حاجه اسمها فورسبس ميجر وحاجه اسمها تابيتا. الفورسبس ميجر جاي من الاوكسيدي كالوز والتابيتا جاي من اللي هو سيرس. الفورس السيميشن يا جماعه اللي جاي من وسيله الفول ده هيمشي ميديا للبوستيرو هون اوف لاتر رينتيكل هنشوفها دلوقتي. ده سيكشن للبوستيرو هون يا جماعه. ده خلي بالك انا جبت الوسيله اللو وقطعت هون كده. الوسيله الفول هنا الفايبرز دي رايحه او جايه من وسيله الفول. حسنا لما قطعتها دايره هو ده الفورس السيميشن. ودي عامله طرش على الموسيو هورن يعني عامله ريليشن ميديا للموسيو هورن. ليه؟ هو الموسيو هورن لا تعريف ليه مين؟ مين الفايبرز اللي جايه من اللور سيرفيس اوف اوكسيبتال نو وطلع من فوق كده؟ لا تعريف الموسيو هورن مالوف. اسمها ايه الفايبرز دي يا جماعه؟ اسمها ايه؟ تابيتا. لما ناخد الفكره البيتكال هيبقى فاضل لك ده مين؟ يبقى عرفت الباوندري بتاع الموسيو هورن وعرفت الباوندري بتاع الانتيرو هورن. صح؟ وفاضل لك السنتر والانتيرو. يلا نقول مره ثانيه اسبرينيوم هو ايه الاسبرينيوم ده يا جماعه قول معايا كده بنزل مع بعض خلي بالكوا عليه دلوقتي هو السؤال اسمه كورباس كالوسم وهنجاوب سوا يبقى ده العظيم مع بعض ايه كورباس كالوسم ده عندي استخدام استخدام يلا الاسبرينيوم هو الموست بوستيريو اند سيكست بارت اوف كورباس كالوسم ماشي ريليشنز مين فاكر من غير ما يبص على الورقه اللي كتبتها ابطو بيهايند في ايه؟ غير الدوزيوم اللي مش عارف الدوزيوم هنا بيعمل اللوجو مارشن وفارس سيلراي كونتيني برافو عليك خلي بالك دلوقتي لسه الكلام اللي فاتوا عليه بعد ما خلص كورباس كالوسم هو بيخلص دلوقتي هقول بقى من الاول شوف مين هيتكلم معاك مين حلو السوسايتي زي ما انت فاكر طيب بيلو تحت الاسبينيا ايه اللي موجود ده؟ فيشر اسمه ايه الفيشر ده؟ ترانسفير سيلبرال فيشر هو واحده كانت داخله وحاجه طالعه فين اللي داخل؟ كده دراي خد فكره هو كده دراي طب اللي هو ليه كونتيني دراي بلكسس يبقى رايح لبلكس وهو في اخر السكه تلاقي بلكس نازله فوق وسيرفع هيعمل سي سيرف الاثنين طب ايه اللي طلع؟ فيشر فين اسمه ايه فين؟ جريت سيربرال فين اسمه ايه؟ جريت سيربرال فين طيب سبينيوم بيعدي فيه نوعين فايبرز ليه اسماء في فايبر جاي من الاوكسيدا البول وفي فايبر جاي من الاور سيرس عايز اعرف اسم الاثنين دول وبيعملوا ايه مع الحته اللي معايا في الاوكسيدا اللي اسمها الاوستيرو هول ايه علاقتهم بالاوستيرو هول مين ميديا ومين عمل لاترال والروف مين مش ميديا للاوستيرو هول ومين عمل لاترال والروف يلا يا جماعه مين هم دول الفايبرز؟ فورس السيميشن جاي منين؟ اوكسيدا البول وعامل خط يو بس عكس اليو الجبلية. والفورسس ميجر دي الحسبة بتاعته طول ما يمشي السيريبرام اسمها فورسس ميجر وهي بتعدي بتعدي في حتة اسمها سبلينيوم كورباس ايه كالوس. طب الفورسس ميجر ده بيعمل انه وول بيظهر على انه وول في الاوستيرو هول. ما انا وانا جاي كمان قدام في كارت في اللوب ده. تمام؟ الفورسس ميجر ميديا للاوستيرو هول. طب الفايبرز الثانية اللي بتعدي في السبلينيوم فيها اوبت بتعدي في البودي. اسمها ايه بقى الفايبرز ديت؟ ها؟ سيكشن اسمها التاجي اما. طب اللي فورس مش جبنا له سته دول يا دكتور ده كان منين؟ نور سيرفيس او سته نور مش ازاي كان بيبقى ده؟ طلع من فوق وبعدين مشي طلع هو طلع من فوق دخل البسيو هو وبعدين مشي طلع فوق لا ترى الروح وسبيرو هو معمول من التاجي اما اول ما اسمع كلمه التاجي اما يبقى فايبر جاي من نور سيرفيس ويبقى بتكلم عن لاتر باوندري او لاتر رول بتاع الفيرو هورن ولا ده او ورقه يبقى لاتر رول يعني التابت بتاع الفيرو هورن عمله لاتر رول بس برغم ان التابت من رول كمان لكن لا مش طبعا اللي يجي في لاتر لكن في البوستيرو هورن التابت عمل ايه؟ لاتر وروف من غير ما تطلع الصوره اللي جايه مش طالع الصوره مش مكتوب في الكتاب دلوقتي مكتوب ورقه ولا لما يجي لي سؤال كورباس كالوسم اقول كله محدش يجي صح يقول لا ده انا اشرب بس صباط مين يقول لي من غير ما ادور يعني من غير ما ادور حد يستنتج لي ايه اللي بقى صباط الكورباس كالوسم؟ انتيريو سيريبرال ارمي صباط الكورباس كالوسم اكسبت
سبلاي بوت غيره كده ولا السيو سيرفر والسيو سيرفر ليه ما بيصرفش على مين ايه دي ما دلوقتي ده خلاص السؤال اللي جاي ليه ما نتكلمش عن كورباس كالوسا يلا يا جماعه اول جمله بدون عنوان هو ديفينيشن اتس ذا لارجست كوميشن اتس ذا لارجست كوميشن فين يا حاج فلور او ماوزي فلور بتاع ميديا كومبيوتر فشر شاف اتس ارشن ان شيء اخرى جنوب وادي اسمي خمس واحد واحد لو اتكلم عليه وهو جرب من غير صوت وده معلش مشكله لكن نحاول نحاول نجيب الصوت وخلي بالك الروسترا والجنوب ريليشن للكابيلا جالك معايا الروسترا هو الور موست اند سيلس بارت اوف ذا كوربس كالوسا معايا الريليشن بتاع طوال كده الروسترا ده طب هو ريليشن قدام ورا ولا بابه بيدور جاهزين؟ طيب طبقوا الروسترا طبقوا الروسترا فوقيه فيه anterior horn of lateral vertebrae في ميمبرين رابع خلي بالك من الاثنين اللي فوق الروسترا دول بعد شغل ورا الجنوب خلاص طب بيقول الروسترا نحط ايه؟ بروستوما الدوز انفيزيا لكن في السوبر فلو الاول صح دي وجهه نظر الدوز انفيزيا ايه كمان؟ anterior cerebral artery جميل جدا في ميمبرين نازل الاوبتي كاستا هي طب مش عارف يقول لي الفايبرز اللي بتاعتي في الروسترا جايه منين؟ اور ذا سيبس ولو نسيت تفتكر هو الروسترا ده مش الموست لور اوف ذا انتيرو بارت كوربس كالوسا يبقى هيربط ما بين اللور الموست لور اوف انتيرو بارت والسيربرا نفس الوصف ده بيجي له على السيربرا مين الموست لور في الانتيرو بارت اوف ذا سيربرا؟ اور ذا سيبس طب الجنون مين جاهز للجنون يا جماعه؟ اقول ايه؟ اول حاجه ذا موست انتيرو اند اوف ذا كوربس كالوسا خلاص؟ ريليشن anterior horn of lateral vertebrae وحاجه اسمها سيبقى بين يدوس طب قدام شنو؟ دوزي وكمان وان تيرو سيرفر رابع وانا شايف كل واحد عمال يبص سبت وتخلي صوت هو ده انا عايز اعلمه من زمان هتاخد وقت اقل كتير لو بصيت على السؤال اكتر طب شنو بيعرف ايه؟ شو بص كتير عنده في كورباس كالوسا يبقى هو بين بص كتير عنده في سيرفر فرانتال بول طب الفايبرز اللي جايه من فرانتال بول يمين وشمال ويرجع ورا عشان تعالج الجنوب قبل ما تعالج اسمها شكلها يو شيب برافو عليك اسمها فوس سمايلو تعليق في جاي مش فاهمين يا جماعه؟ تمام خلصنا من الجنوب البودي الصباح مش بارت اوف ذا كورباس كالوسا بتوين جنوب اند سبلين شفتوها كده مش مهم انا بقصد من فهمي تمام؟ يلا يا جماعه البودي انا عايز اشوف ايه اللي فوق ايه تحت ايه؟ نبتدي من تحت ايه؟ تحت البودي مين يقول لي؟ سنترال فيزي ما حددتش لان هو يعني يحكي ارتيرو هور وسنترال بارت لورا لكن البودي اوف كورباس كالوسا ملوش دعوه لا بالسيرو هور ولا بالفيرو هور اللي تحتيه جزئين بس من الاربعه مين هما؟ سنتيرو هور وسنترال بارت ايه كمان غير اللاترال فيزي؟ سنترال فيزي خدتوا بالكم؟ ان انا لكن الكلمتين دول هما الكبر بتاع الرصاص هما البوستيرو بتاع الجنوب هما اللور بتاع الكبر صح يا جماعه؟ تمام طب حد فاكر ان البودي لما رجعت بيه ورا قرب من مين؟ رابع طب اه هو البودي ايه؟ اللوسيا وايه كمان؟ والانتيرو سيرفر ارت وايه كمان؟ اللي هو فانكشن فاكس سيرفر ارت رابع الفايبرز اللي بتعدي البودي هي الموست اوف ذا كورس يعني كله متجمع في البودي لان هو اكبر جزء فالبودي بيكون كده اللي هو بيحس فيه موست اوف سيرفر سفير من اول سيرفس من الاول سيرفس من اللور سيرفس اقف هنا اللي جاي من اللور سيرفس اوف سيرفر بودي فايبر دي تو اكس دي بالذات ليه؟ يقول لي عشان هي طبعا الكلاتر اللي فيه هو عمل حاجه اسمها تمبل ولما ذاكر الكلاتر اللي فيه كده يقول لك الكلاتر بول اوف الفيرو هو اسمها خلاص يا عم جميل جدا يبقى خلصنا البودي فاضل لك مين؟ سبلين يعني صوت ولا كبار الناس طريقه سبلين هي موست سيرو اند اوف كورباس كالوسا من 6 بار طب الريليشنز بتاعته هدول الابوب وبيرتهاج مع بعض وبيلون واحد ابوب وبيرتهاج في ايه؟ بيلف معايا فارس سيربرال وفي انفيروس ستاتيا سابس اصعب حاجه بيلون لان حاجه شبيهه في الترعب بيلون السبلين هيبقى في فيشر ترانسفير سيربرال فيشر فتوصل على الكوره واحد الكوره يا جماعه يقول لي يا دكتور فارس هو عندنا
الطريق جميع بتاعك انا من الطريق بقول كل موقف كل تحس بعرف معايا وقت الاجابه كامله قد يكون الصح اللي كان معروف كتاب يبص فيه زي ما انتم متخيلين الناس متخيله ان هو بيفتح ويبص للصح لا هو اللي عايز يكتب الاجابه كامله ده اللي كاتبه معايا بيلوز مني احط ايه؟ ترانسبيرس سيريبرال بريشر فين المبادره؟ فين الاخترون؟ حد فاهم شو هي الاخترون يعني؟ طب اللي هو فين؟ سيبان كونتين تمام وده بيفصلنا عن تفسيره اللي تفصلص طب قلت لك رؤيا ومش هتبقى في حاجه تانية جريت جريت سيريبرال بريشر دي بقى من الفايبرز اللي بتتحرك في السكرين نوعين مين ومين؟ والسكرين ده مين الفايبرز اللي بتتحرك فورسز هي جوب فايبر سامين فروم سنتر بول ثم يمشي في السيربرال متجه للسبلين بس اسمها فورسز ميشن بس لما تعدي من لاين تعدي مين؟ من السبلين ادي واحده والفورسز ميشن دي وهي ماشيه جوه السيربرال وضعها ايه بالنسبه للتفسير هورن؟ ميديا ميديا للتفسير هورن بلاتر بلد نيجي بقى الفايبر طالعه من اللور سيركس فروم سنتر بول وهي طالعه قالت التفسير هورن تطلع كده كده مين الفايبر اسمها ايه؟ ده يبقى برضه هتعمل لاترال هوب للبوستير هوب في خالص لاترال فيرتيكال تمام يبقى كده خلصنا الاجزاء كلها فاضل لي بلس سبلاي قول لي انتيريور سيريبرال ارتري ده كله مع سبلاي وبعد الانتيريور سيريبرال ان شاء الله يا جماعه بكره هديكم الفيسلز بلس سبلاي عشان البلاد بس عماله تتعمل كتير هجمعها لكم بكره ان شاء الله طول الوقت وصول لاترال فيرتيكال لسه قليل او فقلت يا جماعه ما معلش بعد الظهر كلير كلير بكره من 7 ل 8:30 لان في محاضره فاضيه بالحق من 9 ونص عشان خلص الجزء ده لا صلاه وسيرك البوليس تمام كل الفكره دي هقولها